أهلا وسهلا فيك بزهرة الخليج أمير. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أول شيء بدنا نقول لك ألف مبروك على العرس الجميل، يعني بس خير إيدك شبه؟ لا بسيطة والله، إصابة بسيطة مفيش حاجة، يعني كله قال ضربة عين. مظبوط، كل الناس بتقول لي كده، الحمد لله كويس إنها جت في صباعي، بسيطة يعني. بسيطة، حبينا هيك أول شيء نبارك لك من خلال زهرة الخليج، بدنا نعرف شو الجديد اللي عم بتجهزه أمير. أنا حاليا بصور مسلسل جمال الحريم، إن شاء الله يذاع الشهر الجاي. ورمضان لسه ان شاء الله بنشوف ايه الاختيارات اللي نقدر نقدمها ان شاء الله. طيب وبالنسبه للسينما في شيء هلا طالما رجعت حركه السينما يعني صار لازم شو يكون؟ لا هو حاليا ما فيش حاجه، ولكن انا كان عندي مشاريع مؤجله من قبل قصه الكورونا، فاتمنى ان احنا نحييها تاني وان احنا نرجع نشتغلها يعني. كيف شفت الجونه وشو منتظر من مهرجان البحر الاحمر والقاهره؟ طبعا الجونة أنا بحبها جدا، يعني مش أول مرة أجي الجونة، مدينة جميلة جدا ورائعة يعني. مهرجان الجونة السنة دي الحقيقة أحسن من كل سنة، هم كل سنة بيطوروا من نفسهم، كل القائمين على المهرجان الحقيقة مهتمين بيه جدا. مهرجان مشرف، وجهة مشرفة لاسم مصر. نتمنى لهم التوفيق دايما، وان شاء الله يبقى كل سنه من احسن لاحسن ان شاء الله. بالنسبه للقاهره والاسكندريه، مهرجان القاهره احنا يعني في انتظاره طبعا، مهرجان القاهره من اهم مهرجانات العالم، نتمنى له التوفيق لان ده مهرجان بلدنا الرسمي، فنتمنى ان شاء الله ان يكون بعد كل الظروف اللي احنا مرينا بيها السنه دي والسنين اللي فاتت ان شاء الله يبقى احسن واحسن. شكرا امير، نورتنا. اشكرك. ميرسي. شكرا.